السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد. اليوم غادي نشارك معكم وجبه اللي سهله ودغيا كتوجد وما فيهاش مكونات اللي كثيره. غادي نحضر معكم ان شاء الله غراتان ديال المقارونيه اللي كيجي ساهل. بالنسبه لهذا الغراتان تقدروا تستعملوا فيه اي نوع ديال المقارونيه كان عندكم، ماشي ضروري تقيدوا بنوع واحد، وصراحه كيجي ساهل بزاف. ونبقاو مع طريقه التحضير والمقادير. هنا بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا كميه ديال المطيشه، وعندي فلفله حمراء حلوه، وعندي هنا بصله مقطعه. غادي نقطعوا هنا هاد البصله مطيشه عشوائيا لان غادي نسلقوهم. هنا من بعد ما قطعت المطيشه هكا على اربعه غادي نقطع حتى الفلفله حمراء. بالنسبه لهاد الصلصه كتجي رائعه وكتجي بنينه وما تجيش حتى حامضه. هنا حتى اللي بغى يزيد واحد شويه ديال الخيزو زيدو. هنا درت غير الفلفله حمراء مع البصله والمطيشه، وغادي نضيف لهم هكا واحد جوج فصوص ديال الثومه مقطعين. زدوا عليهم ورق سيدنا موسى جوج ورقات، وغادي نزيد عليهم الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال السكينجبير، وشويه ديال التحميره. هنا غادي ندير شويه ديال الزيت، وغادي نضيف عليهم كاس ديال الماء ونديرها طيب. هنا من بعد ما طابت الصلصه طحنتها بالطحانه، وغادي نصفيها باش هكا نحيد ديك الزريعه ديال المطيشه. بالنسبه لهاد الصلصه كتجي رائعه بزاف وكتجي خفيفه ماشي ثقيله بزاف. من بعد ما صفيتها درتها في كاسه باش ترجع تشحر مزيان مع معلقه صغيره ديال القزبر حبوب. وهنا من بعد ما تشحرت الصلصه هذه هي، انا خديت 4 ديال العلب ديال الطون صفيتهم من الزيت. وعندي هنا الجبن اللي كنديروه في البرجر، هنا عندي فرماج حمر محكوك، وعندي المقارونيه اللي سلقتها في الماء وشويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت. غادي نخلط انا هنا كلشي في هذا الاناء اللي غادي ندخلو للفران لهاد الصينيه ديال الكراتان. ندير لاصوص، ندير مقارون، نزيد عليها الطونه. غادي نحرك الكل جيدا حتى تنسجم الصلصه مع المقارونيه والطون يجي موزع بشكل متساوي. من بعد ما هكا سرحت هكا في هاد اللطه اللي غادي ندخلها الفران، ودرت ليها هكا واحد القطع ديال الفرماج، وغادي نضيف هكا في الوجه الفرماج محكوك وندخلها الفرن هكا باش يتحمر داك الفرماج من الفوق. ما كتحتاجش وقت طويل باش طيب، غير باش هكا يتحمر داك الفرماج وتعلق هكا المقارونيه وتنشف وصافي. هنا وهذا هو الكراتان بعد ما تحمر كيجي بحال هكا. نتمنى يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم وتعجبكم هذه الوصفه، والى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساونيش بلايك مشترك في القناه. الى اللقاء. تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور. فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب فكر منير، ورأي صائب فكر منير. فإن السعي منكم لا